فالميلاد يا ابني لازم كل واحد منكم الميلاد ما بربيع وربيع. المؤمن الحقيقي اللي بيعمل جماد ربيع، واللي بيعمل ربيع وجماد، في ربيع أول وربيع ثاني. أنت كن في أنظار الناس شلون الربيع كله خضرة وزهور وجمال. أنت كمسلم خليك مراية يظهر فيك الإسلام بجماله ونضرته وزهوره وحكمه وأخلاقه وسلوكه. تعلم الناس بسلوكك، إذا أوتيت الحكمة بنطقك، إذا أوتيت الإرادة والصدق في الدعوة الله بيجعلك أمة. والناس بخير يا أبني، الناس كلهم بخير، الناس العالم أنا بنظري ما في واحد لا خير فيه. لكن يا أبني الحديد بالجبل ما لحاله بيصير طيارة، بده 500 عالم 500 مصنع لحتى يصير ينتقل من حديد خام إلى حديد طائر وطائرة. كذلك جدوا لتصيروا أولا مسلمين في أنفسكم، إسلام القلب، خلي يصير المولد فيكم، يلد الإسلام فيكم، في قلبكم ذكرا، وفي حياتكم توبة وإنابة. خلاص، وكله بالإرادة بصير، إن كنت تريد فيحصل المراد، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. المهم، هل أنت تريد؟ هل عندك إرادة؟ إذا عندك إرادة انتهى كل شيء. أما إذا كان إرادتك أمنية تمني، خصوصي المشايخ بيطلع على المنبر واللهم، إذا واحد من هون ليوم القيامة قال اللهم ارزقني ولدا وما عنده إرادة في الزواج بيجي أولاد؟ وماما قال ما في أحسن من الزواج، والزواج هو الحياة، والزواج سعادة، والزواج بركة، والزواج الله أمر به وقال وأنكح، وجاب 500 كل الآيات والأحاديث، لكن ما عنده إرادة عملية ليتزوج بيجي أولاد. كمان المسلم قد ما قال الإسلام منيح، وقد ما قال الإسلام عظيم، وقد ما قال ذكر التاريخ وأعمال الأبطال والبطولات، وما عنده إرادة علمية وعملية ليتعلم الإسلام بحقيقته وأعماقه ومن كل وجوهه.